أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج بنغازي اليوم، وتتابعون معنا في هذه الحلقة. غياب تام لسلاح الجو التابع لحفتر، الطيران الأجنبي ينفذ أكثر من 6 غارات غربية مدينة بنغازي. بنغازي اليوم يسرد سيرة عدد من شهداء مجلس شورى ثوار بنغازي. مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينعون شهداء بنغازي ويستنكرون مآثرهم وبطولاتهم. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البرنامج. استهدفت المدفعية الثقيلة لمجلس شورى بنغازي تجمعا لميليشيات حفتر في منطقة بوصنيب بالمحور الغربي بحسب مصدر من مجلس شورى بنغازي. وأوضح المصدر أن الثوار يرصدون تجمعات لميليشيات حفتر في أكثر من محور منذ أيام، وأكد تدمير آلية عسكرية دون تحديد لحجم الخسائر البشرية. شنت طائرة أجنبية نوع بريدتور أكثر من 6 غارات جوية على منطقة قنفذ السكنية، ويفصل بين الغارة والأخرى أقل من ساعة واحدة. أكد شاهد عيان لقناة النبأ أنه لا يوجد خسائر بشرية جراء هذا القصف، ومشيرا إلى أن الطيران الأجنبي يحلق منذ صباح اليوم بكثافة على مواقع سيطرة مجلس الشورى إلى جانب طيران رصد وتجسس. يشار إلى أن فتاة من العائلات العالقة أصيبت بشظايا قصف طيران أجنبي يوم الأمس. يكثف الطيران الأجنبي طلعاته على المحور الغربي منذ يومين وسط غياب كامل لطيران الميج التابع لحفتر، فقد شنت أكثر من 6 غارات على منطقة قنفودة السكنية ما أدى لإصابة فتاة من المدنيين العالقين ودمار كبير في المنازل. استهدفت قنفودة أيضا بالمدفعية الثقيلة موجهة من الزوارق الحربية لميليشيات حفتر، مع استمرار استهدافها بالأسلحة المتوسطة من أكثر من محور. مقاتلو مجلس شورى ثوار بنغازي واجهوا ضربة وصفتها مصادرنا بالدقيقة لتجمعات ميليشيات حفتر رصدت منذ أيام، ما أدى لتدمير آلية عسكرية وإصابة من فيها وإجبارهم على التراجع منها. الجوارشا ما زالت تشهد هدوءا حذرا مع تحليق الطيران الأجنبي وطيران الرصد وتجسس، كما نقل مصدر من الشورى سماع أصوات انفجارات لألغام أرضية بالمنطقة دون تحديد حجم الخسائر البشرية والمادية. ولتحليل هذا الوضع الميداني ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي عبر سكايب من القاهرة السيد عادل عبد الكافي. أهلا وسهلا بك سيد عادل. طبعا لا أريد أن أشير إلى القصف الذي طال قبل قليل الطائرة المصرية التي قصفت المواطنين من مدينة البيضاء في الجغبو بحسب المصادر، ولا نريد أن نشير إلى الطائرات المصرية التي قصفت درنا في هذه المرة وفي المرات السابقة، لا نريد أن نشير أيضا إلى الطائرات المصرية التي قصفت قوات المسلحين التابعين للجبران في منطقة الليل النفطي، لكن يكفي الإشارة إلى الطائرات التي الليبية طبعا تابعة لحفتر لم تظهر في سماء مدينة بنغازي منذ شهر. كل العمليات الجوية في بنغازي منذ شهر تقريبا حتى هذه اللحظة هي عمليات أجنبية بنسبة 100%. ما الذي يعنيه ذلك؟ نعم، تحية طيبة لك ولمشاهدينكم الكرام. هذا يعني بمنتهى الوضوح أن هذه الدول التي راهنت على وجود خليفة حفتر تريد أن تحافظ عليه وتدعمه بكل ما أوتيت من قدرات التي تسمح لها أن تتسلل من خلال الشرق الليبي إلى ليبيا لدعم خليفة حفتر ودعم تواجده في ليبيا ليستمر المشهد الدموي حقيقة. ولكن ما أستغربه وأندد به حقيقة وهو سكوت المجتمع الدولي الذي يقول ويعلن دائما في بياناته عن دعمه الوفاق والاتفاق وإنهاء حالة الانقسام والصراع داخل ليبيا. أيضا حقيقة المجلس الرئاسي الذي عول عليه الكثير من بعض شريحة الليبيين أنه سيأتي لهم بالاستقرار وسينفذ بنود الاتفاق، ومع ذلك لم يستطع إنجاز تحقيق أي استقرار في ليبيا ولا حتى إنهاء حالة الصراع. هذه نقطة هامة. بالنسبة للطيران طبعا نحن نعلم أن هنالك فرق في قدرات الطيارات المتواجدة لدى خليفة حفتر كالميغ
21 او 123 او العموديه ال 35 135 او ال 108 التي يستخدمها او ال 117 او ال 102. حقيقه هذه قدرات ضئيله جدا امام الطائرات التي يتم دعمه بها من دوله الامارات او مصر او فرنسا سابقا. قدرتها عاليه جدا من ناحيه رصد الاهداف، ايضا رصد الاتصالات، تحديد المواقع، رسم الرقعة الجغرافية والتحركات على الأرض. هنالك قدرات واختلاف قدرات حقيقة لدى هذه الطائرات، لذلك هو يعتمد عليها اعتماد كلي نظرا أن طائراته لم تعد تستطيع أن تحقق الأهداف التي كان يرجو لي. وربما أن نقول عذرا سيد عبد الكافي، وربما هذا ما كنت سأشير إليه الآن، رغم المعطيات التي ذكرتها حضرتك سيد عادل عبد الكافي، أنت تعلم جيدا أن عملية الكرم انطلقت منذ عام 2014، يعني 13-14 حوالي 4 سنين أو 3 سنين تقريبا، يحظى بدعم دولي كبير سواء علني أو غير علني. المجتمع الدولي يدعمه سريا، علنيا تدعمه فرنسا وروسيا ومصر والإمارات. طول يعني هذا الوقت من هذه العملية وبهذا الدعم، ألم يتمكن حفتر من بناء أسطول جوي أو حتى يمكنه على الأقل قيادة المعركة الجوية باستقلالية تامة؟ يعني لماذا ينحدر كل مرة الوضع إلى أقل من اليوم السابق، يعني اليوم اللي قبله؟ بداية نشير إلى أن خليفة حفتر لا زال يستخدم الأسلوب القديم أو النظرية العسكرية القديمة التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية، وهي اسمها كلاود فيتر، أي بمعنى حرق المدن وتدمير المدن. لا زال يستخدم هذا الأسلوب، ويستخدمه تحديدا على مدينة درنا وبنغازي في تدمير البنية التحتية والبنية الفوقية، وأيضا قتل وترهيب الأهالي. طبعا دعونا نتكلم بمنتهى الوضوح، وقلناها عبر منبركم الكريم منذ أشهر طويلة، إن خليفة حفتر ليس لديه إدارات عسكرية، ليس لديه هيكلية عسكرية، ما هي إلا مجموعة مكاتب، مجموعة ضباط متهالكين، مجموعة شخصيات لا تستطيع أن تكون مؤسسة عسكرية مثلما يسوق لها عبر الإعلام الكاذب الذي يتم دعمهم به، سواء إعلام إقليمي أو إعلام الليبي المضلل الداعم لعملية الكرامة. هذه نقطة مهمة جدا، ولذلك لا يوجد طرق تنظيمية لديه يستطيع من خلالها تنظيم سواء كان الوحدات الجوية أو الوحدات البرية أو الوحدات البحرية. ناهيك أن خليفة حفتر، ونقولها بمنتهى الصراحة ليعلم كل من لا يعلم، وعلى رأس هذه الشخصيات كوبلر الذي نراه يتلون ما بين الحين والآخر، وعدم الوضوح فيما يسوقه ويسوقه داخل ليبيا. نقول له حفتر لا يمثل مؤسسة عسكرية، هذا الرجل لا يعنيه مؤسسة عسكرية، لا يعنيه بناء قدرات عسكرية، هذا الرجل يسعى إلى تحقيق خارطة الدم، وتصور إن هو نجح في جزء كبير منها بأن يكون هنالك عداء ما بين أبناء الوطن الواحد، القتل المستمر، النزيف، الدماء المستمر. لذلك هذا الرجل أقل ما يوصف به مجرم حرب بامتياز، ولا بد أن تطاله يد العدالة، ومن هنا أتصور ستستقر الأوضاع في ليبيا. طيب سيد عبد الكافي، أختم معك بهذا السؤال. الوضع الطبيعي يقول، إذا كنا في أوضاع طبيعية بالدعم والمعطيات التي يملكها خليفة حفتر، الوضع الطبيعي يقول أن المعركة في البداية قد تكون مدعومة بقوات أجنبية، لكن شيئا فشيئا تكون المعركة استقل في الجو، أقصد تكون كل يوم مستقلة أكثر من اليوم اللي قبل نظرا للدعم الموجود والإمكانيات والمعطيات الموجودة لديها على الأرض. لكن الموضوع يسير عكس هذا الاتجاه. في البداية كانت طائرات ليبية 100%، في الوسط كانت طائرات أجنبية ومعها ليبية، الآن أجنبية بالكامل. ألا ترى أن هناك نوع من الغرابة في هذا الموضوع؟ حقيقة أنا أتحدث من ناحية عسكرية، هذا الوضع يؤشر بمنتهى الوضوح إلى فشل التام لخليفة حفتر، وهذا قلناه سابقا. الآن وصل إلى فقد السيطرة على العمليات التي تدور في بنغازي تحديدا. هو يحاول أن يظهر أنه لازال يستطيع السيطرة على المحاور، يستطيع السيطرة على المواليين له، ولكن على العكس الآن الأوضاع تطورت للأسوأ. الآن أصبح هناك مسلسل اغتيالات سيحدث في المنطقة الشرقية تحديدا، وخاصة من القبيلة التي دعمته وهي قبيلة العواجير، والتي قتل الآلاف من أبنائها في الحرب واستنزف دمائهم في الحرب التي قاضها
في الشرق الليبي. وتصور اللعبة، قواعد اللعبة ستتغير في المرحلة القادمة، وخلال أيام بسيطة سيكون هنالك اغتيالات في صفوف هذه المجموعات الموالية له سابقا. أما عملية الطيران حقيقة، نعم كما أشرت في بداية حديثي، يحاولون الحفاظ عليه نظرا أنه لم يستطع تحقيق ما كان يصبو إليه في استمرار قدر السيطرة العسكرية والأرضية أو الجوية من خلال بعض الطائرات المتهالكة التي لديه. أصبح الآن يعتمد على الطائرات المتطورة. طيب. ربما هذه الطائرات ستوفر ممرات لميليشيات للتقدم. ناهيك عن نحن نتحدث عن مجموعة ميليشيات قبلية أيضا خريجين سجون النظام السابق. هذه لا تقاتل بعقيدة، هذه تقاتل أما تورطت في جرائم تخشى أن يلحقها القانون أو من أجل مال أعطي لهم أو وعود بأن سيتقلدون بعض المناصب. نعم. دعني أسألك سؤال من وجهة نظر المؤيدين لعملية الكرامة. المؤيدين لعملية الكرامة يرون بأن هذه عملية وطنية ضد الإرهابيين، ويقوم بها خليفة حفتر وهو قائد الجيش بحسب وجهة نظره. طيب، هذا قائد الجيش الآن يستعين فرنسا، يعني تقود معركة مستقلة في سماء بنغازي، القوات المصرية أيضا تدخل الأجواء الليبية، أصبحت شبه مفتوحة، أو مفتوحة هي ليست شبه مفتوحة للطائرات المصرية. الآن إذا خليفة حفتر لم يتمكن من حسم المعركة في الجو أو قيادة المعركة في الجو باستقلالية تامة، كيف سيملك الاستقلالية بعد حسم هذه المعركة إذا تمكن من حسمها في القرار السياسي أو في الجوانب الأخرى؟ هل هذا ممكن؟ يعني في نهاية مصر وفرنسا مش بالبلاش، هذا اللي يدير فيه كله لازم في شيء مقابل ذلك. بالتأكيد نحن رأينا وسمعنا وشاهدنا الوعود التي وعد بها خليفة حفتر هذه الدول، وحتى قال إن تدخلت ضد مصلحة الليبيين وليبيا نحن معهم أيضا صقر جروشي. نحن نتحدث عن شخصيات، عفوا في اللفظ، منبطحة، لديها الاستعداد أن تبيع، لأنها باعت في السابق في عهد القذافي وكانت الأذرع اليمنى للقذافي وحققت أهدافه داخل ليبيا بأن قمعت وساهمت في قمع سواء كان على الصعيد العسكري أو المدني. فنحن نتحدث عن شخصيات لا يعنيها المواطن ولا الوطن ولا الأرض ولا الشرف الدولة ولا الشرف العسكري ولا غيره. جل هذه الشخصيات متورطة في جرائم ولديها ملفات فساد لدى المدعي العام العسكري. ولديها القدرات حقيقة للبيع وللتسليم وللانبضاح فوق ما تتخيل. ناهيك طبعا أصبح الرهان على خليفة حفتر في تواجده في المشهد حتى يصل إلى شيء، ولكن نحن نقول لن يصل إلى شيء. ومن يراهن أشكرك على خليفة حفتر فلن يصل إلى شيء. شكرا. نعم. جزيلا على كل التفاصيل التي أورتها لنا السيد عبد الكافي. أعتذر منك لضيق وقت البرنامج. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير، نعود بعده لنتابع ما تبقى من برنامج بنغازي اليوم. ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى برنامج بنغازي اليوم. قرابة 600 شهيد هي حصيلة شهداء مجلس شورى بنغازي في حربهم ضد حفتر، أغلبهم طلبة جامعات حملة كتاب الله، أثير حولهم العديد من الشبهات. التقرير التالي يحمل لكم تفاصيل حياة بعض هؤلاء الشهداء من ثوار بنغازي. نحيي شبابنا ونقولهم إن النصر لا صبر ساعة. كما ينفرط عقد من لؤلؤ، ها هم خيرة أبناء بنغازي يتساقطون واحدا تلو الآخر، والشهادة لهم بالأفضلية يعرفها أهل مدينتهم، غير أن بعضا من أهل تلك المدينة لم يدرك بعد فداحة الخسائر، وأن ما تفقده بنغازي من شبابها
يتجاوز خسائر البنيان، وإن ارتفعت هو الآخر فاتورته. من بين الشباب الذين فقدتهم المدينة المكلومة في حرب حفتر عليها، فيصل المانع من مواليد 1990، طالب بكلية الهندسة بجامعة بنغازي وقائد في الحركة الكشفية بالمدينة. التحق بفبراير منذ انطلاقتها، وكان أحد الثوار الذين تصدوا لرتل 19 من مارس. لم تشفع للمانع فبراير كما لم تشفع لغيره من شباب المدينة، حيث أصيب خلال تصديه لحفتر في محور جروثة بعد أن سكنت رصاصة جسده، وعاد للقتال وهو جريح، ليرتقي في 21 من فبراير 2016 في المحور الغربي. أحد الآلي العقد المنفرط في بنغازي، ابن نادي الأهلي ولاعب المنتخب الليبي في السلة الشهيد محمد كوادير، كان من أوائل الثوار الذين خرجوا لفبراير ليلفظ كوادير أنفاسه فوق تراب مدينته وتحت قصف الفرنسيين الداعمين لحفتر في حربه في 29 من يونيو 2016. الشهيد بدر الشيخي ولد عام 1991 من سكان منطقة الكيش، حافظ لنصف كتاب الله، كان يدرس بمسجد الإمام سحنون بالكيش، طالب بكلية الإعلام ولاعب لكرة القدم وأحد ثوار بنغازي وفرسانها. كان من أوائل من أصيبوا في فبراير، وفي بدايتها فتلقى إصابة في 15 من فبراير 2011، وكان من الثوار الذين ساعدوا على سقوط كتيبة الفضيل بعمر كغيره من ثوار المدينة، وكان من بين الثوار الذين وقفوا لمشروع حفتر. فانتقل الشيخي لأكثر من محور حتى استقر بمحور الهواري مع الشهيد أحمد بحجر. ورغم كل تلك الخسائر التي تدفعها بنغازي كل يوم منذ إعلان حفتر لحربه على المدينة، ورغم أن ثوار المدينة قرأوا مبكرا مشروع حفتر بعودة حكم العسكر الذي كانت بنغازي من أطلق شرارة انتزاعه، إلا أن بعضا من أهل المدينة والمدن المجاورة ما زالوا منقادين لحرب حفتر، وما زالوا يصدقون وعوده حتى مع انطلاقه في عسكرة كل البلديات في الشرق الليبي واستمراره في تمزيق النسيج الاجتماعي للمدينة، حتى بلغت حرب حفتر ذروتها بأن انتزع النخوة من أبناء تلك المدينة حتى باتت تخجل بل وتخشى أن ترفع صوتها في مواجهة تدنيس حفتر لأفضل ما عرفته بنغازي وأنبله. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ينضم إلينا هنا في الاستوديو الناشط السياسي السيد مصطفى المهري، كما ينضم إلينا محمد الشيخي شقيقه الشهيد بدر الشيخي في بنغازي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ بك بدر الشيخي، طبعا ما عرضناهم الآن هم شباب من شباب مدينة بنغازي، بعضهم لعب كرة سلة، بعضهم لعب كرة قدم، واحد في الكشافة، واحد يقرأ في جامعة العرب، شباب عادي لا يختلفون أي اختلاف عن باقي شباب مدينة بنغازي، سوى أنهم ربما رفضوا عملية الكرامة، بعض منهم قد رآها عودة لحكم الفرد من جديد، البعض الآخر رآها على أنها استغلت ظروفا أمنية صعبة في بنغازي حتى تحقق يعني أهدافا أخرى سياسية. لكل رأي هو لكل أهدافه. كيف أصبح هؤلاء الشباب الذين كما ذكرنا لا يختلفون عن بقية شباب بنغازي، أصبحوا بقدرة قادر في يوم وليلة دواعش وإرهابيين وخونة لليبيا؟ طيب ليس معنا ذات سؤال للسيد مصطفى المهرك. بداية أخي أنس أرحب بك وأرحب بكافة مشاهدي قناة النبأ. نسأل الله أن يتقبل كافة شهداءنا، ونقول يعني نحن من فقدناهم ولكنهم فازوا بالسيرة العطرة في الدنيا وكذلك بالخاتمة الحسنة، وهم طبعا قتلوا وهم يدافعون عن دينهم وعن أرضهم وعن عرضهم. هؤلاء الشباب الذين وصفوا بأنهم دواعش ووصفوا بأنهم إرهابيين، ليس لأنهم هم حقيقة إرهابيين، لكن عملية الكرامة أو عملية الكراهة نحن نسميها
يعني وضعت بعض المصطلحات تصف بها كل من يخالفها أو كل من يواجهها. فعند يعني بمجرد ما أنك أنت تتكلم عن عمية الكرامة وتنتقدها أو تواجهها بالسلاح فأنت إذا إرهابي وأنت إذا داعشي، ليس لأي يعني دليل آخر. ومثل ما عرض في التقرير يعني هؤلاء نموذج من أبناء مدينة بنغازي الذين كان لهم السبق في ثورة فبراير، وكذلك كانوا في الصفوف الأمامية للتصدي لميليشيات الكراهة عندما اعتدت على مدينة بنغازي، فلذلك طبعا وصفوا بهذه الأوصاف. طيب. لكن الحقيقة للأسف أن كل مدينة بنغازي تعرف من هم هؤلاء. طيب. يعني تعرفهم معنا. أستغل تسعود لك بعد خلي السيد مصطفى المهرك، أستغل تواصلنا مع السيد محمد الشيخي شقيق الشهيد بدر الشيخي. سيد محمد، باختصار كيف أصبح أخوك وبقية الذين عرضنا سيرهم الذاتية الذين لا يختلفون كما ذكرنا عن بقية شباب بنغازي، كيف أصبحوا بقدرة قادر وفي يوم وليلة إرهابيين ودواعش وخونة لبرقة إن تحدثنا ب يعني لهجة الخصوم خصومكم؟ طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ونعقب على كلامك انت اللي قلت في بداية مستهل كلامك على الشهداء ضمن صلى تقبلهم مثل الشهداء، انت قلت في يوم بين عشية وضحاها اصبحوا من الزواحف ومن الخوارج والنبيين وكذا. فهذا الكلام كله لا يخفى على ذي عينين ولا يخفى على ذي لب ان هؤلاء ابناء شباب بنغازي الاتقياء الانقياء، خرجوا من جامعاتهم، خرجوا من اعمالهم، خرجوا من مستشفياتهم، هناك يعني الاطباء وهناك المهندسين وهناك طلاب الجامعات وهناك المشايخ وهناك خريجي القنوات في بنغازي، خرجوا في ضد مشروع اكثر الذي يستهدف ثورة 13 فبراير وثورة 17 فبراير. كذبونا أهلنا في بداية هذه العملية وقالوا أنتم تقولون هؤلاء أزلام وكذا، نحن دخلنا بالأزلام، نحن ضد الإرهابيين والخوارج، مع أن هؤلاء الشباب ولو تلاحظ صفحاتهم بحمد الله لا زالت مفتوحة إلى الآن، صفحاتهم في صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وغيره، صفحاتهم أنا أتحدى أي أحد من هؤلاء الذين يقولون عن شهدائنا أنهم خوارج وأنهم إرهابيين وأنهم كفريين يخرج لي لفظة من الألفاظ التي يتبجحون بها هم، جيفة وما أدراك ما هذا كلام، يعني جيفة وفي النار وطوبى لمن قتلهم وقتلوه وغيره. شبابنا وثوارنا لا يقولون مثل هذه الألفاظ، بل خرجوا نصرة للمظلوم وخرجوا في وجه هذا المجرم الذي يريد أن يعيد تاريخ سيده وأن يعيد كرامته هو التي ضاعت منه في الساد، يريد أن يعيدها على أكتاف شبابنا الذين خرجوا في 17 فبراير لنصرة الحق والمظلومين ونصرة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيهم شبابنا فخرا وعزا أنهم خرجوا ضد طاغية استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقطوه وما زالوا على العهد وماتوا على العهد، ونحسبهم ماتوا على العهد وفازوا بعون الله. طيب خرج من بداية 17 فبراير أصيب في أول مظاهرة على كوبري جليان، كانت أول إصابة لبدر الشيخ، ومن تلك الإصابة بدر لم يقل ولم يمل، إما بقلمه أو بسيفه أو في الساحات لا تجده لا تكاد حتى. طيب. أنتم ما عرفتم صورته في ذكرى 17 فبراير الأخيرة. نعم. كان خرج في ميدان الشهداء واحتفل مع عامة الناس، وربما في هذا كيف داعشي يخرج بعلم الاستقلال في هذا الإطار؟ سيد محمد الشيخ أعتذر منك حتى نستغل الوقت، في هذا الإطار ما تقوله الآن وإن قلته من الآن حتى غدا لن يراه أهالي بنغازي المؤيدين لعملية الكرامة، يعني قبلوا أن بالعواطف طبعا نتيجة الجهل الذي بشكل عام الشعب الليبي نظر للعواطف والظروف والوضع المتردي قبلوا أن تكون هناك عملية كرامة لأنها ستجلب الأمن والأمان، وقبلوا أيضا بموقف قائد هذه العملية وموقف العملية بشكل عام من أن أي شخص يرفض هذه العملية لسبب أو بآخر ليس بالضرورة للمواضيع التي ذكرناها يعتبر داعش وإرهابي. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لك؟ الذي يعنيه هذا بالنسبة لي أنه
قدرهم أن يكونوا في صف الظلمة وأن يكونوا يقذف الناس ويسبون الناس ويتهمون الناس باتهامات هي باطلة. وقدرنا نحن أن نعيش أعزاء كرماء. نحن خرجنا من ديارنا وأموالنا وخرجنا من بين أهالينا هناك ونحن يعلمون أهل بنغازي ويعلم أهل الجيش الجيش رقم 2 يعلمون من عيد الشيخ من هم عيد الشيخ. نحن لم نقتل حتى ذبابة في عمرنا نذبح حتى ذبابة نذبح قشر فليتقوا الله فينا. أنتم أخرجتونا من ديارنا وأخرجتونا من أموالنا والآن لازلتم تتبعون بألسنتكم التي تقتح فينا وتقتح في أهالينا وتقتح في رسائنا وتقتح في قتلانا. نحن في أهل برقة يا سيدي الكريم أهل برقة الذين كانوا يعني أوفياء وكانوا يعني عندهم غيرة على الوطن وعندهم غيرة على أهل الوطن كانوا لا يتسمتون في الميت. نحن نرى الآن سماتة في الموت يعني يسمت الإنسان في أخيه الإنسان من أجل عزة وكرامة إنسان وشخص مثل خليفة بن قاسم الحسن. طيب سيد ما زلب لهم إلا الدماء. سيد محمد 20,000 قتيل ليكون مشيرا ولا أدري كم يريد من القتلى مزيد من القتلى لكي يصبح رئيسا للدولة. طيب دعنا نتحدث عن القتلى نتحدث عن القتلى من الطرفين. طيب دعنا نتحدث عن انا نقول لك حاجه بسرعه لو سمحت بنغازي. انا كيف ما وجعوني نصيب الشهداء اللي قتلوا في سبيل مبادئهم الشريفه يوجعوني الناس اللي موتوا ما حصر حتى هم اهل برقه حتى هم اهلنا وناسنا وحتى هم اخوتنا وجيراننا واحبابنا وكذا يوجعوك انهم ماتوا في الصف هذا ويوجعوني انهم ما زالوا يقدموا في ارواحهم في سبيل شيء مش واضح. طيب سيد محمد لو سمحت الآن يعني كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة ذكرت قبل قليل بأن هؤلاء الشباب الذين لا يختلفون عن شباب باقي شباب بنغازي قد يرفضون كما ذكرنا لعدة أسباب من ضمنها يرون في أن هذه العملية عودة لحكم الفرد الذي خرج ضده الشعب الليبي في 17 فبراير يرونها على أنها عملية تستغل الفوضى الأمنية التي كانت في بنغازي حتى يتم تحقيق هدف سياسي آخر مرجو. لكن الآن 4 سنين يقول لك الزمان كفيل بتوضيح الأشياء. الآن نرى ما يقوم به الحاكم العسكري تعيين رئيس لجنة السرية للكهرباء تعيين رئيس الخطوط الجوية الليبية تعيين عمداء ومع أنا لا يعني المعارضين لهذا يقولون ما علاقة تعيينات كهذه بالحرب على الإرهاب التي يصفونها بأنها حرب وطنية. وهناك من يرى أيضا أن هذا كل هذه المعطيات قد أو أحدثت حتى تغييرا على الأرض الواقع في نظرة الناس المؤيدين لإمارة كرامة لهذه العملية. هل يعزيكم ذلك؟ والله نحن يعزينا أننا لسنا مع الظلم هذا الذي يعزينا أننا لم نحرق بيتا أننا لم نعتدي على بيتا أننا نشهد ويشهد الله ويشهد الله وصفحة الشهيد لازالت مفتوحة على الفيسبوك لم يقل على أحد أنه جيفة ولم يقل على أحد أنه مرتد أو كافر أو غير ذلك ولم يقل على أحد أنه خارجي طوبى لمن قتله وقتلوه. طيب. بل كان يعمل وهو والشهيد أحمد بحجر يعمل للصلح وكان الشهيد أحمد بحجر قد سبق بذلك وذهب إلى الفوارس ويسمعوني أهلنا من قبيلة الفوارس مشى أحمد لقبيلة الفوارس واجتمع معهم ويريد أنه يريد الصلح ولكن لم يسخر لهم الله سبحانه وتعالى طبعا من ابواق من بعض الابواق التي تتبع حفتر اعترضت على هذا باعتراض كبير وكان طبعا بدر واحمد وغيرهم من الشباب طيب. يعني يعمل يسعون للصلح لكن هؤلاء يسعون للصلح بل يريدون ان يموتوا في سبيل امجاد طيب. هذا المجرم. شكرا جزيلا لك سيد محمد الشيخي شقيق بدر الشيخي احد ثوار مدينه بنغازي كنت معنا هنا كنت معنا عبر الهاتف. سيد مصطفى المهرك صحيح لننظر الى هذا الامر من نظره عامه صحيح يعني كل من
يرفض حفتر سواء بالكلمة حتى بالكلمة فقط، هناك حجة يتم تشويها به. إذا تحدثنا عن الليبراليين الذين يريدون الدولة المدنية يرفضون حكم العرسر يسمون على أنهم دبل شفرة، المصاريت ميليشيات، الفدراليين خونة ربما بحسب وجهة لكل الجدران تشادي وعصابة، وطبعا عصابة لا أحد يختلف على ذلك. المهم لكل طرف يرفض ولو رفضا بسيطا. لحفتر هناك حجة معينة لوضعه في زاوية الخيانة والعمالة وعدم الوطنية. نحن لا يهمنا صاحب المشروع، صاحب المشروع حفتر والذين معه من الطبيعي جدا أن يصفوا كل من يعارضهم بهذه الأوصاف، لأنهم هم أصحاب مشروع ويخافون على مشروعهم ويعرفون جيدا أن هؤلاء هم من يشكل العراقيل لتنفيذ مشروعهم. لكن نحن نستغرب، يعني نستغرب من المؤيدين لهذا المشروع عندما تحدثنا عن الإرهاب، مثل ما تحدث ضيفك الكريم قال نحن لم نحرق البيوت. يعني للأسف الشديد يا ليتها في بنغازي يعني أتت على حرق البيوت. هناك نساء في السجون في الكويفيا وفي غرناطة، هناك يعني الكثير من أخذوا ظلما وعذبوا في السجون وقتلوا تحت التعذيب، هناك ورأيتم الكثير منهم، هناك من رمي جثثهم في طرقات الشوارع وفي مكبات النفايات. يعني إذ كانت هذه الأفعال ليست بإرهاب، فما هو الإرهاب الذي وصفوا به من يقاوم هذه الجرائم؟ يعني العملية واضحة جدا. فنحن هنا لا نوجه كلامنا إلى أصحاب المشروع، أصحاب المشروع هم يعرفون أنفسهم أنهم مجرمون، هم يعرفون أنهم أتوا للإجرام وأتوا للدمار وأتوا للخراب، المهم لديهم أنهم يحكمون السيطرة على ليبيا. ولكن نحن نستغرب عندما يعني تأتي ببعض الأسماء مثل الشباب، يعني يعلم الله أننا نحن فقدناهم ونسأل الله أن ربي تقبلهم مثل الذين ذكرتهم في التقرير. هؤلاء شباب معروفون يعني في مدينة بنغازي، وكل منطقة يعني وهذا الأمر الغريب أن كل منطقة في مدينة بنغازي تعرف من الشباب الذين قتلوا في مواجهة حفتر، وتعرف أيضا يعني سيرتهم الحسنة وتعرف أيضا أخلاقهم. فالمستغرب يعني لماذا الناس لا تأخذ هذه الصورة وتقارنها بالصورة البشعة التي نراها الآن في بنغازي من تجار مخدرات ومن مجرمين ومن أصحاب سوابق. يعني هناك فرق كبير بين الاثنين والصورة واضحة جدا. إما إن كانوا راضون أم هم على هذا الشيء، يعني هذا أمر غريب. يعني هؤلاء يحتاجون لتأهيل. يعني الإنسان الطبيعي لا يرضى بأن يعيش بين المجرمين، ولا يرضى بأن يزين حياته أو يزين يعني ما يحدث من إجرام ومن قتل ومن دمار ومن سفك للدماء بأنه هو عدالة وبأنه هو قانون. وللأسف الشديد يعني نحن نرى المشروع يتأكد كل يوم، وأنت أكدت ذلك عندما تكلمت عن تعيين العسكريين بدل عمداء البلديات وغيرها من المناصب. يعني المشروع أصبح واضح وأصبح جلي، وكما ذكر أيضا ضيفك الكريم نحن نتحصر على الذين قتلوا في سبيل تحقيق مشروع حفتر ويفوق العدد يعني 12,000 قتيل. طيب شكرا جزيلا لك على كل ما أورته لنا السيد مصطفى المهركة الناشط السياسي. مشاهدين الكرام ابقوا معنا، سنعود لكم بعد قليل لنكمل بقية برنامج بنغازي اليوم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة الأخيرة من برنامج بنغازي اليوم. ينضم إلينا في هذه الفقرة لمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي الإعلامي عبد الحميد العصادي. أهلا بك الزميل عبد الحميد، وتفضل أرينا ما لديك. أهلا بك أنس وأهلا بالمشاهدين الكرام. الحقيقة اليوم سنتحدث عن آخر ما كتب شهداء بنغازي، شهداء مجلس الشورى ثوار بنغازي في صفحاتهم، وماذا كتب عنهم من رفاقهم الذين شهدوا لهم بالتأكيد بنزاهة السيرة ويعني الإقدام في المعركة ضد عملية الكرامة وضد من يريدون أن يرجعون بنغازي إلى ما قبل يعني 17 فبراير. ولا ننسى أنهم شباب عاديين. نعم، رحمة الله على كل شهداء 17 من فبراير، وأيضا شهداء بنغازي الذين يعني حاربوا عملية الكرامة التي بالتأكيد لم تكن يعني الحقيقة ضمن هالمشهد اللي مفروض يكون وتستاهل بنغازي. أول شهيد طبعا آخر ما كتب على صفحته الشهيد أحمد بحجر: قد يقتل كل من تعرفون من بقايا الثوار، وأنا أولهم في هذه الحملة، وأحسبهم بإذن الله شهداء، ولا نطالبكم بالبكاء علينا ولا زيارة قبورنا، لكن لا تفتروا علينا ولا ترمون بما ليس فينا ولا تشوهوا صورتنا للأجيال القادمة، فما نحن بتكفيريين ولا بخوارج ولا بقتلة، ولن تثبتوا علينا أي من ذلك. قد يصركم قتلنا بحجة أننا العقبة نحو آمالكم، والله لو وثقنا من ذلك لهانت نفوسنا لأجلكم. افرحوا بموتنا لكن لا تكذبوا علينا، قولوا قد كانوا العقبة في طريق الأمن، لكن لا تقولوا تكفيريين ولا لصوص ولا خوارج بهتانا وافتراءا. هذا الشهيد أحمد بحجار آخر مكتبة على صفحته قبل يعني لقاء ربه بإذن الله شهيد كما تمنى. شهيد أيضا فيصل المانع آخر ما كتب على صفحته: بالأمس كانت ذكرى الثورة، في غيابي عن الأنترنت أحيي جميع الأحرار بمناسبة ذكرى 17 من فبراير، ندعو الله أن يجمعنا في ساحة الحرية ببنغازي في الذكرى القادمة، هلا فبراير ثورتي. هنا يتحدث فيصل المانع قبل استشهاده عن أنه يتمنى أن يعني يلتقي الثوار في ساحة الحرية في بنغازي، وأن يعيدوا ذكرى 17 من فبراير. أيضا بعض من تذكر شهداء أصدقائهم أو رفاقهم في هذه المسيرة: لقمان المغربي: من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، نسأل الله أن يتقبلهم. وهنا ينعي عبيد الغريب وأوفى السباعي. سيد لقمان المغربي يتحدث عن رفاقه في الساحات الوغى. الحسين الطلموني: فقدوا والفاقد ما يبرى، والذي رفع السماء بلا عمد، واللي خلق الكون في 6 أيام، ورب الكعبة، والذي لا إله إلا غيره، وأقسم بالله العظيم إني فقدتكم وإني خسرتكم وإني كسرت لي ظهري، وإن الدنيا بلاكم ما تسوى، وإنما في حد يعبي مكانكم أنكم، وأنا نحبكم في الله، وإن دمكم ما يمشيش بالبلاش، وأنا نتنفس وأنا نموت علي قتلت عليه، وأنا ما نبدل طريق أنتوا بديتوها وما نبيع ديني. يتحدث عن حمزة الصغير والحسن الصغير وطارق أبو خمادة: تريس ما يتبدلوا ولا يتعوضوا. هنا الحسين طلموني ينعي شهداء حمزة الصغير والحسن الصغير وطارق أبو خمادة. أيضا لا ننسى محمد العريبي، بوكا العريبي، وكل الشهداء الذين يعني استشهدوا ونالوا ما يتمنون دفاعا عن بنغازي، دفاعا عن الكرامة التي آمنوا بها، الكرامة الحقيقية التي أتت بها 17 من فبراير. هؤلاء هم أول من تصدى للرتل في 19 مارس 2011، هؤلاء هم من لقى ربهم على ما يعني خرجوا عليه في الأول.
شكرا جزيلا لك على كل ما أوردته من هذه الحوصلة القيمة. طبعا زميل عبد الحميد نعم والكثير الكثير طبعا أخي أنس مذكور ولكن بالتأكيد ذكره التاريخ وسيذكره تاريخ بنغازي وتاريخ ليبيا في كل مكان. نأمل أن نكمل ذلك لكن للأسف الوقت انتهى. نعم. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بنغازي اليوم. دمتم في أمان الله. ظلمونا أهلي وناسي، ظلمونا رب المقاسي، ظلمونا من ذا يواسي دمع عين الحار. ظلمونا أهلي وجاروا، ظلمونا فينا تباروا، ظلمونا هل استشاروا قبل ظلم جار. ورمونا تهماً جزافا، سمعوا منا اعترافا، لكننا نأبى انكسافا. شمس لنا أنوار، وتهمهم كانت عجافا، قنوات تسقي جفافا، وصبرنا والصبر وافا، عزماً في الغار. قد قالوا أن لا نكفر أهلينا، والعين تنظر إن لهم حبا سيثمر صدقه وازهار. بل قالوا أنا نفجر للحرب الشعوى نسعر، بل نحن سحبا ستنذر سلمنا تذكار. أتناسوا أن بلوهم للطاغي لم يسلبوهم، بل بادوا عنهم حبوهم دون عصف النار. أتناسوا حبا سقوهم، أتناسوا شوقا هدوهم، أتناسوا وردا رموهم، قالوا يا ثوار. أتناسوا دود الحماة كالحامي ابن الأباة، والنص مبكي الطغاة قاتل فجار. أتناسوا ابن السحاة رافض الله مجدا يواتي، وجهاد الأسد الهداة ضد غازي الدار. نحن قلاع عكم المنيعة، ضل قبل الدنيا الوضيعة، وأردنا نهج الشريعة ولها أنصار. نرجو لكم سكن الضريعة، لا نرضى لكم الخديعة، أو نرضى بكم الوقيعة يعلم الغفار.